واحد مسخوط واحد حماق، هو كيمن راسو حماق، هو كيمن راسو حماق. جالسين مع بعض ياسنا ما فارقيناش حتى بنص متر اخوتي، جالسين في الحومه حتى كنشوفها خلط بالشفره، بقى كيشير لينا من الطرف، بقى كيشير لينا من الطرف. قلت لي برا ما ضروا والو شي خانه شهر وهذاك، هادي الناس الحومه خاطر انا الساكنه ديال حي برشيف اخوتي. خانه شي من هاميناتي ماشي الخوا ديالو، الخوا ديالو كان عاقب حتى خا حنا كنراعوا. زكريا زكريا خانه حماق، فاق الوعي ديالو خانه حماق. وخانا حنا خانا جاري مول خا ضرب خا من هنايا خا الاولى اللي غسل خا خانا بحال نقول له باقي يكمل بالثاني وباقي يكمل بينا حنايا، علاش متخدمتك الخاطر لنا الناس حاوتي. واحد الفاجعه وقعت في مدينه طنجه بحي برشيفه الزنقه 18، واحد الفاجعه اخوتي في حي الثانيه. شحال نقول لكم اخوتي، واحد الدري بحال خانا في اي حاجه فينا بومراني، واحد المسخوط واحد الحماق، هو كيعمل راسو حماق، هو ما كيبيع ويشري. جالسين راه فيناتي في الحومه اخوتي، جالسين مع بعض ياسنا ما فارقيناش حتى بنص متر اخوتي، جالسين في الحومه حتى كنشوفها خلط بالشفره، بقى كيشير لينا من الطرف. الولد الطبراني الدبانه والله يشوفها ما شاء الله ما كيحرك اخوتي. السيد هو اللي عندي ما خدام ما كان ما مشاكل ما تصدع ما والو، خلط من الطرف شبار واخا نحمه. كيضربوا له كيضربوا له واحد الابره، كيضربوا واحد الابره كيتكلمها. هذيك الابره ما ضربوا والو شي خانه شهر وهناك، ادي الناس الحومه خاطر انا الساكنه ديال حي برشيف اخوتي. خلط علينا رافيناتي جالسين، رافيناتي بلا تخاوه، جالسين رافيناتي دري الحومه، جالسين مع بعضياتنا، جالسين رافيناتي حتى كنشوفوا خانه خلط من الشفره من هنايا، بقى كيشير علينا من الطرف. رافيناتي بقى كيشير علينا من الطرف. الولد راه من المراه ميلاتي دار له الشفره، ضربوا واحد الضربه اخوتي اللي شحال نقول لك شغل مصاص الدم، ضربه من هنايا كنشوف فيه الدم كيطوش اخوتي، خانه طاح بحال بقره كيفارق. اللهم هذا منكر اخوتي، شوفوا لنا الحال ديال الحومه، شوفوا الناس الحال ديال الحومه راه عاملين علينا خاطر، مشكلين لنا خاطر في هذه الحومه. الشرطه شبروا شبر مي ضربوا رافيناتي، خا ماجي من هاميناتي ماجي الخوا ديالو، الخوا ديالو كان عيقتل تا خا حنا كنراعوا. زكريا زكريا خانا حماق، فاقد الوعي ديالو خانا حماق. وخانا حماق، خانا جاري مول خا ضرب خا من هنايا خا الاولاني قتل خا خانا بحال نقول له باقي يكمل بالثاني وباقي يكمل بينا حنايا، علاش متخدمتك الخاطر لنا الناس الحومه. الحومه خانا حماق جرى مول خا رافيناتي كنقول له زكريا زكريا اش كتعمل؟ قال لك خا خانا حماق غاب يعني صافي يكمل خا خا هرب له رافيناتي شير عليه بالشفره من هنايا خا هو في محمد الخامس، هو خا راه في محمد الخامس، خا راه في محمد الخامس اخوتي، راه هو فين هو الدري اخر مات خالد بومراني، انا لله وانا اليه راجعون كاملين عن موتو اخوتي مسؤولين. تشوفوا حنا راه عندنا بزاف د الحماق هنا كيدوروا بكوتيات، كاين اللي كيدوروا بكوتيات حماق عندنا هنايا خاطر مشكلين خاطر لنا في هذه الحومه، راه عندنا خوتنا عندنا الوالدين ديالنا راه حنا براسنا جالسين قد داي دابا تقلد هذه كنقولوا طنجاوه مسؤولين شوفوا لنا الحال ديال الشيء هذا. السلام عليكم اخوان ديالنا، الفاجعه هذه زعما الصراحه خلات الناس الحومه مصدومين، لان الله يحسن العون الوالدين ديال السيد هذا، مشى الاول الاخ ديالو حتى هو تقتل، ديجا تقتل حتى هو مات مقتول الاخ ديال السيد هذا اللي مات دابا، وهذا هو الثاني مسكين اللي حتى هو مشى مقتول، لا حول ولا قوه الا بالله. والرساله اللي كنبغي نقول الشرطه ولا المخزن ديالنا كامل، لانك عندنا صحابنا كيحماقوا بزاف، الشباب كيحماقوا كيديوهم لبني مكاده ما كيعالجوهمش مزيان الصراحه، كيمشيو لبني مكاده كيديوهم شي دليفاري اخوتي كيخرجوا لنا هنا ما كيفطنوش شنو كيعملوا، كتجبر الشباب ماشي يعني يقدر يقتل يقدر يعمل اي حاجه، يعني هذا مشكل هذا اخوتي، هذا مشكل هذا. فاش يهودوا الشباب اللي كيكونوا مراطين لبني مكاده يقابلوهم شويه وتيشوفوا يشوفوا فيهم شي عين رحمه، يعني يشوفوهم باللي يشوفوهم مرتاحوا مزيان عادي يطلقوا الشباب من الزنقه، ملي كيشوفوا الناس باقا مريضه ما تطلقوهمش الله يرحم والديكم، الناس باقا مريضه ما تطلقوهمش الزنقه راه كيشكلوا الخطر على كيشكلوا لنا الخطر على سكينه الحومه، وهذا الشيء هذا زعما لا حول ولا قوه الا بالله، والله يحسن العون الوالدين ديالو اخوتي. حنا وقعتنا واحد الفاجعه كبيره في الحي ديالنا في الزنقه 18، هذه الدار ديالنا هذه السكنه ديالنا، حنا بيدنا السكنه ديالنا، حنا خوينا عايف بسبب هذا الشيء هذا، دائما المشاكل هنايا بنادم واخا ماشي حماق كيرد راسو حماق بالدروكه باي حاجه كيجي يمثل علينا في هذا الحي، حنا خوينا السكنه دابا هما كيباتوا الحماق هنايا تحت الباركو ديالنا كيبات واحد السيد حماق كنبغيو نهضروا معاه يجبد لك شي اداه حاده يقدر يضربك، دابا خصهم يشوفوا شي حال ماشي توقع شي حاجه عاد كينوضوا يبقاو يصوروا
دابا اللي عطى الله عطاه السيد فوبريكا خدام على يماه، هو الولد الوحيد اللي كيخدم على يماه، خوتو كاملين الله يكون معانا مبليين حتى هما الله يكون معانا ومعاهم. هذا العائل ترانكيلو اللي توفى. السلطات حنا كنطلبوا منهم يشوفوا شي حال هادو اللي كيقولوا حومه. راه كاينه الطب النفسي، كاينه الطب النفسي ديال الرازي في بني مكاده، يهبطوه من تما يشوفوا لهم شي حال اخر. حنا ما عندناش شي طبيب هنايا في باب الدار ديالنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.